تجربة حيود الإلكترونات. الأدوات المستخدمة فيلمنت يسخن باستخدام فرق جهد كهربائي قليل لتوليد الإلكترونات. تسرع الإلكترونات باتجاه الأنود باستخدام فرق جهد تسريع. هذا فرق جهد التسريع مستخدم لتسريع الإلكترونات. واضح أنه قيمته بالكيلو فولت. سؤال، لماذا؟ تخرج الإلكترونات من الأنود تصطدم بعينة جرافيت. ما هي خصائص هذه العينة؟ وشاشة وشاشة يظهر عليها حلقات الحيود. للمقارنة مع الدوسية، الشكل يوضح الأنبوبة المستخدمة لحيود الإلكترونات، وهذه الأنبوبة الفعلية المستخدمة في التجربة. الأدوات المهمة: فيلمنت تسخن باستخدام جهد قليل لتوليد الإلكترونات. بين الفيلمنت والأنود يربط فرق جهد تسريع لتسريع الإلكترونات من الفيلمنت إلى الأنود. الأنود طبعا مثقوب، تستطيع الإلكترونات التسرب منه. تصطدم الإلكترونات بعينة الجرافيت. في هذا المكان تحيد الإلكترونات لتتجمع على الشاشة. ملاحظات: لاحظ أنه عندما كان الجهد قليل لا يوجد جهد تسريع، لا يوجد إلكترونات متكونة على الشاشة، والسبب أن الإلكترونات لا تصل لأن جهد التسريع المستخدم يساوي لي صفر. عند البدء بزيادة جهد التسريع نلاحظ نقطة مضيئة على الشاشة. بزيادة الجهد نلاحظ أنه عند جهد معين بدأت الحلقات بالظهور. واضح الحلقات، وبزيادة الجهد واضح أن نصف قطر الحلقة يقل. عندما لا نستخدم جهد لا يوجد شيء على الشاشة. بزيادة الجهد تبدأ نقطة ثم تضيء الشاشة بالكامل. عند جهد معين تظهر الحلقات. بزيادة الجهد قطر الحلقات يقل. كيف تفسر ذلك؟ الكميات المقاسة: فرق جهد التسريع و القطر لكل حلقة. كميات المقاسة: فرق جهد التسريع 3 3.5 4 4.5 كيلو، والتحكم فيه من هذا المفتاح. قياسات للحلقة الصغيرة وقياسات للحلقة الكبيرة. فرق جهد التسريع يستخدم لحساب طول موجة الإلكترونات. طول موجة الإلكترون، من معرفة جهد التسريع يمكن معرفة الطاقة الحركية للإلكترون. EV كابيتال يساوي نص MV تربيع RP سكوير على 2M. بالتالي تستطيع حساب المومنتم. من حساب المومنتم تستطيع حساب طول موجة الإلكترون. لامدا تساوي H على B. لاحظ أن بزيادة فرق جهد التسريع تزداد سرعة الإلكترون، يزداد الزخم، بالتالي طول موجة الإلكترون يجب أن تتناقص بزيادة فرق جهد التسريع. بالتالي زاوية الحيود
التي تصنعها الإلكترونات المحادة يجب أن تتناقص، بالتالي سوف يقل نصف قطر الحلقة. سؤال: هل هذا اللون الأخضر الموجود على الشاشة هو الإلكترونات؟ هل نستطيع رؤية الإلكترونات؟